قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا باغي نوجه واحد تعازي الحارة للصديق ديالي أحمد قرماش اليوتيوبر ولد تيزنيت على وفاة الوالدة ديالو، الله يرحمها ويوسع عليها ويجعلها في فسيح جنتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. بركة في راسك خويا أحمد. أخوت حنا كاملين مغاربة دايرين يد في يد، ما خصناش نجبدو ديك العنصرية ما بين لا انت سوسي لا انت قرزاز، زعما السواسة قرزازة. السلام عليكم، معكم فيديو جديد وفلوج جديد. اليوم هذا الفلوج هذا غادي نمشي نتلاقى مع واحد العشير اللي هو هادي ما شفناه، ماشي مش هادي ما شفناه، اول مره غادي نتلاقى معاه. اليوم كاين الاضراب اصاحبي، كلشي ساد، كلشي ساد، ما لقيت فين نلقى الروشارج. دونك قلت لي نتلاقاو تما، نتلاقاو في بلاصه غادي نمشي دابا عنده. ما كاينش حتى شي حد محلول، كلشي ساد. دابا تشوفوا شكون شي حل ولا ساد. بغيت نناظر. وصلنا دابا محطة ديال الطاكسيات اللي كاين هنا في اكادير، باش نطلعوا لاكادير. وصلنا واحد البلاصة ولكن ضروري خصني نمشي على اكادير العزاوي. واش اخويا سمير، كي دايرين اخوتي؟ بخير، كلشي مزيان، الناس زوينين، وهذاك الله يحفظك. فلوق غادي يكون واعر مع سمير. سمير عربي فلوق جا من فرنسا باش فلوق يوم معاه اللي اول مرة كنتلاقى معاه. يا دي اول مرة نتلاقى مع عبد الصمد. والله الا انسان زوين، الله يحفظه، طيب والله العالي العظيم. داكشي علاش باغي نتلاقاو انا وياك، نديرو فلوج زوين، المهم نديرو شي حاجه زوينه. غادي نمشيو نتحركوا ونطلعوا لاكادير لاكور، ندورو نشوفوا الاجواء كيفاش دايرين. قالوا لي كاين اللي ضرب، كلشي ساد، ما لقيتش حتى فين شارجي. وداكشي علاش خرجت نشوف الاجواء كيفاش داير، واش الناس خارجين يتحركوا يدورو شويه ولا لا. دونك الناس كاينين والحالات سادين. توب عليكم، يضرب ناجح 100%. الله يعطينا خويا شي رونج. شي رونج روفر بحال هادي. لا ولكن غادي نبقاو زوينين بحال ديك البيضاء. اخويا الرونج بلوس يوتيوب. اخويا فين تنديرو هاد البلوس؟ اجي قطع من هنا قريبا ان شاء الله. الناس كيقطعو من تما، حنا غنقطعو من هنا. الله يرزق الصحة والسلامة. يلاه اري سير انا وما تلاقيش عاوتاني معاهم. سير انا صباح بخير. بخير، خلي لهم لاشين تاعي في لاباغ دو عاود ثاني ياك لاشين تاعي، دخلوا تابوناو عندي في لاشين. دولال ديزلايك. ادي انا يا حيا الفلوق ديال ديزي درس. انا اللي كنت كنشطح معاك، انا اللي قلت لكم البيف كان عيان. انا قلت لهم صافا، اش قلت لهم انا؟ ما عرفتش. عيني زوينين، خاصكم تشوفوا عيني فاس. لا صافي، خليني ندير النظر. لا عيني زوينين، باغي يقول لنا زعما هذا النظر. يلا باي باي، نمشي. باي باي. خايب على المواطن اللي ساكن في اكادير. غادي يجي بطوبيله، انا دابا غنجيب طوبيله باغي نطلع لاكادير، ولا خصني نحطها في الباركينغ في التحت ونخلص الطوبيسه والطاكسي. وهذا الشيء ما كيشجعش على السياحه الداخليه، حيت ولاد الشعب ما غاديش يجيو يخلصوا لك طوبيسه وطاكسي باش يطلع لاكادير وفلا باش يشوفوا. حيت غير انا من راسي وجبد كنطلع غير على رجلي وعلى لابيكالتي وعلى انا باش موطور على شي طوبيل، بغيت نقضي شي غرض ندخل نطلع نصور تما شي لعيبه، خصني طاكسي عاوتاني. طلعت الفوق وداك الشيء ما كيصلحش الناس ديال اكادير، وهذا هي وجهه نظري من هذه البلاصه ديال اكادير. باغي نهضر على واحد الموضوع اللي صراحه دوشاني انا، بما انني انا ولد هذه المنطقه، ولد هذه الجهه هذه اللي هي سوس ماسا، وولد هذه البلاصه هذه، وانا شلح امازيغي. كنت كنتفرج واحد الفيديو ديال واحد اليوتيوبر اللي سميتو هيثم علاوي، قال فيه لواحد السيد انت سوسي زعما انت قرزاز، وزعما حنا السواسه قرزازه. وسمح لي اخويا هيثم، ماشي بغيت زعما نعارضك ولا شي حاجه ولا نجي نوقف لك في طريقك نقول لك لا علاش قلتي هاد الهضره، ولكن هاد الهضره هادي ناض الصداع ما بين هو واحد يوتيوبر اللي سميتو فيصل فلوك. حتى هو جرد عليه، حتى هو قال لي اودي صبر شوف دابا نشوف فيصل فلوك اش قال على هاد الهضره هادي اللي قال هاد هيثم على. زعما داك السيد زعما جا عنصري زعما قدام السواسه ولا قدام الناس ديال سوس،
خويا هيثم ماشي جيت انا من جهه فيصل ولا باغي نجي من جهه هيثم. انا جيت انا محايد ما غاديش نجي من جهه فيصل ولا من جهه هيثم علاوي بما انني ولد سوس ماشي غادي نجي على من جهه فيصل حيت انا ولد سوس وامازيغي. ولكن ديك الهضره اللي قال هيثم صراحه ما خصهاش تقال. هيثم ما كانش عليك تقول ديك الهضره ديال انت سوسي زعما انت قرزاز. راه اول حاجه وثاني حاجه قبل ما نهضروا في هذا الموضوع هذا السويسه كلهم كاين في المغرب وحنا خوت حنا كاملين مغاربه دايرين يد في يد ما خصناش نجبدوا ديك العنصريه ما بين لا انت سوسي لا انت قرزاز زعما السويسه قرزازه زعما حنا قرزازه اللي ولاد زوج. ولكن انا ما غاديش نجي من جهه فيصل لا نقول لا ولا نقول لك هيثم كذا. ولكن انت فيصل حتى هو ما كانش حتى هو عليه ينوض يدير هاد السطوريات بزاف كاملين ولكن قال شي هضره معقوله. وتا هيثم ناض لح واحد السطوري قال لهم اودي راه ماشي من خاطرو قالها ولا حتى انت قلتي هاد الهضره اللي هي السويسه كيشكلوا زعما في المغرب بزاف ديال الفئه بزاف ديال الناس كاينين في المغرب كلهم تقريبا سويسه وامازيغ وكاين تبر المغرب. هاد الهضره معقوله كاينه عندك صراحه ولكن قلتي واحد الهضره اللي ما خصهاش تقال اللي هي صبر 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 فيصل نشوف. وقلتي لهيثم علاوي زعما كمل مع المثليين بحال الا سبيتي زعما كمل زعما غير مع دوك المثليين اللي كيصور اللي كيدير زعما فلوغات تما دي وكيدير ديما في العناوين مثليين الله يسهل عليه. حتى هو باغي يجيب لي في باغي يجيب لي زابوني باغي يطلع لاشين ديالو حتى هو. ومن بعد ديك الساعه غادي تجي واحد المرحله غادي ينقي لاشين ديالو غيحيد فيها دوك فيديوهات ديال في العناوين المثليين وكذا كذا. اي واحد كيطلع عندك اسيا كيقلب على لي فيو حتى هو باغي يعيش حتى هو باغي لي فيو باش انه يبقى في ديك اسيا باش انه يدير فلوغات. ما كانش عليك فيصل تقول هاد الهضره هادي وسمح ليا. ولكن حتى هيثم علاوي دار خطا كبير ملي قال زعما سوسي قرزاز. انا سولد سوسه اخويا هيثم وراه ديجا تلاقيتي معايا عرفتيني كيفاش داير بحال الا سبيتيني انا وسبيتي لي والديا وسمح لي انا ما جيتش باش نقول لا انت درتي ولكن درتي خطا ماشي مشكل. كان عليك من مورا هاد البلان هذا تنوض دير فيديو باش تسامح السواسه تقول لهم خوتي الناس ديال زوس حيت هما كاملين اللي كيتفرجوا فيك تقريبا راه الناس ديال زوس كاملين. نشوفوا الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا في يوتيوب كاين هنا فهاد الجنوب هذا. حيت كتشوف اي واحد اي يوتيوبر في المغرب كتقول لي كتشوف كتقول لي دخل لي زاناليتيك ديالك ديال لي فان اللي كيتفرجوا فيك في الانستغرام ولا في الانستغرام بزاف هو اللي كيعطيك لوكاليزاسيون ديال كيلقى اغلبيه اكادير حيت اكادير هي اللي كاينه من سوس واكادير كتشد جميع المناطق اللي كاين حدا اكادير كيتسموا باكادير. وحنا ولاد سوس بحال عيبتينا وما وصراحه ما كانش عليك اخويا هيثم دير هذا البلان هذا. وكان عليك نوض دير شي ستوري تسمح مع السواد مع الناس ديال سوس تقول لهم سمحوا لي كذا درتي واحد ستوري اللي هو انا صبر نشوفو دابا ونقول لكم شنو دار هيثم. دار هذا الستوري هذا اللي مكتوب فيه عمري سبيت ولا كنت عنصري هيثم مش عندك الهضره اللي قلتي راه كتبين العنصريه سوسي انت قرزاز من الاخر. ولكن سمح لي ما كانش عليك دير هذا البلان هذا ونشوفوا الهضره من بعدها بلا ما تبغي دير البوز على ظهري سير حاول صح مع لوكا حتى انت اخويا هيثم ما كانش عليك تقول هذا البلان هذا زعما سير حاول صح مع لوكا ديك البنت اللي كتكون مع فيصل وحتى انت باش تولي بحالي المهم الناس ديال سوس كنعتذر منكم بارك الله عليك. هنا عجبتيني اخويا هيثم قلت لهم الناس ديال سوس كنعتذر منكم عجبتيني في هذه ولكن ما كانش عليك دير كنعتذر منكم بكتبها. كان عليك دير ستوري تقول لهم بحال نقصتي من القيمه ديال الناس ديال سوس كتبتي لهم غير ستوري قلت لهم كنعتذر منكم خصك تنوض دير ستوري دير على الاقل ستوري ولا دير حيت اصلا قلتيها في يوتيوب الفيديو اللي جاي خصك تنوض تقول لهم. وهذا غادي يزيد من الناس ديال سوس انهم يقولوا هذا السيد زوين وهذا حيت حنا مجرد انسان كيخطا من الخطأ يتعلم الانسان الاعتراف بالخطأ فضيله وهذا غادي يولي يزيد من الجمهور ديالك اللي كاينين في الجهه ديال سوس وغتولي عزيز عندهم اكثر. علاش حيت اعتذرتي ليهم وطلبتي منهم السماحه وهذا الشيء كان عليك ديرو في يوتيوب. نكملوا الستوري ديالك نقراو شنو مكتوب فيه كنعرفوك غير كتبغي تضحك وتنشاط وتطلع ها فيديوهات ديالك ولي سناب ديالك
تبارك الله عليك، الله يسهل عليك اخويا هيثم. حاجه اللي ما كانتش عليك اخويا هيثم تقولها، قلتي بزاف عليك تكون سوسي حيت قلبك كحل وباغي غير فوقاش نطيح باش تشفى. هاد الهضره ما كانتش عليك تقولها، كان عليك تخلي داك الشيء ابار في السوشيال ميديا. هاد المشاكل هادو تحيدهم في السوشيال ميديا، خليهم بينك وبين داك السيد وما تدخلهمش للسوشيال ميديا، حيت بنادم غيقول لا هذا مع هذا، هذا مدبز مع هذا، والناس غادي يبقى الناس ديال هاد السيد غادي يبقاو يسبوك، والناس ديال هاد السيد غيبداو يسبوا هاد السيد هذا. خوتي حنا كاملين مغاربه، ما كانش علينا نتسبوا بعضياتنا، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم. ما كانش عليكم صراحه ديروا هاد البلان هذا وتبداو تسبوا بعضياتكم وتبداو ديروا دي ستوري. تسامحوا وهذا الشيء اللي كاين، انا ما جايش من جهه فيصل ولا من جهه هيثم على وان، وانما جيت كخيط بيض باش انني نقول داك الشيء اللي كاين. وكما انني ولد سوس تجاتني ديك الهضره ديال سوسي قرزاز، زعما حنا السواسه قرزازه، ولكن ايفيتينا هاد الهضره هادي حيت درتي ستوري قلتي لهم كنعتذر منكم وكنتمنى انك تقولها في فيديو. وهاد الشيء اللي كاين اخويا هيثم، السموحات لا من هيثم ولا من فيصل الا قلت شي حاجه في حقكم. كلكم ولاد بلادي، ولاد المغرب، تحت الدرابو ديال المغرب كتجمعنا رايه وحده، كيجمعنا بلاد وحده. ما خصناش نديروا هذا الحقد بيناتنا، وباش تكون باش نكونوا ديما يد في يد باش نوصلوا، حيت حنا المغاربه هذا الشيء باش خايب، باش خايبين كنبداو نتسبوا بعضياتنا، سواء كان سوسي ولا كان ولد شي بلاصه اخرى كنبداو نتسبوا بعضياتنا. المهم خويا هيثم مسامح كريم، هانية ماشي مشكل ملي قلتي ديك الهضرة، ولكن ملي قلتي داك ستور ديالك كنعتذر منكم. مسامحينك حنا الناس ديال سوس، على الأقل دير فيديو ووضح أكثر وقول لهم راه غير خرجت بارازار، حيت الإنسان كيخطأ، حيت ضروري أنه يقول شي حاجة في واحد لو مومون اللي هو ماشي زعما في ديك اللحظة ما كانش زعما غادي يقولها، غير هكاك قالها سبونطاني. وسمحوا لي إلا قلت شي حاجة في حقكم بجوج، طلعوا لي في راسكم ان شاء الله. نتمنى من اي واحد ما يبقاش يجبد هذه الهضره ديال لا انت شلحنا تاع امازيغي، كاملين مغاربه امازيغي وافتخر.